الوقت. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن افتتاح مقر جديد لحاضنة ريمتك، وهي مشروع يسعى إلى دعم الشباب الموريتاني لإنشاء شركات في المجال التقني. وكانت الحاضنة قد نظمت مسابقة في التطبيقات على الهواتف الذكية عام 2014، وشارك فيها 100 متسابق فاز منهم 3. ومعنا في الاستديو بابا ولدي، عضو بحاضنه ريمتك. اهلا وسهلا بك. بدايه، ما الذي تعنيه حاضنه ريمتك ولماذا وجودها في موريتانيا؟ حاضنه ريمتك هي نموذج من مشاريع يهدف، هو من الاسم دائما الاطفال الخدج يعودوا ينداروا في حاضنه، ذيك الحاضنه الذكيه تزودهم بدرجه حراره معينه وتزودهم ينين يكبروا. زاد حاضنة هدفها عنها المشاريع الصغيرة، تحاول عنها الشركات الناشئة تحاول عنها تقدم لها الدعم والاستشارة، وتقدم لها عنها تعاونها عنها تدخل سوق العمل وتعود مشاريع، تعود تتحول مشاريع شركات ناشئة وأفكار شور شركات فاعلة في القطاع التقني. إذا ما الذي تسعى إليه هذه الحاضنة؟ حاضنة تسعى أولا ما بعد تقديم الاستشارات، اولا هي تعدل مسابقه سنويه عدلتها السنه الفائته، كانت تحدي موريتانيا لتطبيقات الهواتف الذكيه، وخاضوا منهم 100 متسابق، خاض منهم ادره مشاريع في المجال الصحي وفي مجالات اخرين، وقدمت عقب ذلك ذوك المشاريع ذوكم من تحولوا من شباب عندهم افكار شور عنهم ذوك الافكار حولوهم شورش الى ارض الواقع، وعقب ذلك جبروا لهم شراكات مع القطاع الخاص ومع الدوله ينين يقدموا مشاريعهم ذوك وشركاتهم وتحولوا شور شركات ناشئه فاعله في القطاع التقني. الى اي حد اسهمتوا في خلق ثقافه التعاطي مع المجال التقني في موريتانيا؟ نحن اليوم السنة الفائتة عدلنا المسابقة، والسنة اللي افتتحنا إن شاء الله فاتحين المجال النسخة الثانية من المسابقة قدام الشباب الموريتاني كامل يعني 19 أبريل. هاي المسابقة هي اللي تتيح للشباب الموريتاني على عنه يعرض مشاريعه على الحاضنة، وعلى عنه ينقبوا منهم مشاريع ويندعموا ولا يجبروا التمويل ويجبروا الدعم. النقطة الثانية اللي تشتغل عليها حاضنة هي خلق محتوى رقمي موريتاني. المحتوى الرقمي الموريتاني على الانترنت قليل، حتى احنا نحاول عندنا نسهموا في تحويل زيادة اللي قالوا المحتوى الرقمي الموريتاني، وعقب ذاك اللي نحاولوا على عن موريتانيا على عنها تحضر في الثورة التقنية، عشان شباب الموريتاني عنه الثورة التقنية الحاضر فيها العالم كامل، وهم شباب وعنده افكار وعنده قدرات معينة، والمجال التقني مجال صبح ما نعرفه قد من المشاريع واخونا شيكت فيسبوك العالم يسعى نحو يوتيوب. التقنية طيب، حسب ما ذكرت نظمتم مسابقة سابقا في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، ما الذي خرجتم به من هذه المسابقة؟ خرجنا بأذل التطبيقات، طبعا الجميع كان فائز غير أذل التطبيقات. التطبيق الأول اللي قالوا جي أب، تطبيق موجه لمرضى السكري في موريتانيا يربط بينهم هم والأطباء. التطبيق الثاني كان قالوا سمارت سيتي، هو موريتانيا عندنا مشكلة العنوانة، تطبيق يحل لك مشكلة العنوانة بعنه ينعت لك الأماكن القريبة منك، فنادق، أطباب، صيدليات، كذا كذا، يحل لك المشكلة بعنه يقول لك قريبة منك صدر الفلاني، ولا تسول أنت منين هي البلاصة الفلانية يمورها لك. التطبيق الثالث كان يساهم في حل مشكلة النقل في موريتانيا عن طريق وين قالوا تاكسي ساكور، تطبيق مجرد أنك تركب تاكسي خلاص تصور رقم ماتريك السيارة، مجرد أنك هم قاعدة بيانات مقبولة عند الجهات المختصة في مجال الطرق، التاكسيات اللي يقولوا لي تاكسي كان تاكسي حقيقية والله تاكسي ما حقيقية، خصوصا في الفترة الفائتة كانت فيها السنة الفائتة اللي كانت فيها المسابقة كانت فيها عمليات طيب خطف. وكانت طيب مجمل الفكر والبرامج التي خرجتم بها يعني فازت في المسابقة، البعض يرى أنها ليست خالصة، يعني ليست اختراع جديد، هي موجودة نماذج منها موجودة في العالم أيضا، يعني هل هناك من اختراع موريتاني خالص؟ هو إعادة صناعة العجلة ما هي فكرة جيدة. التطبيق دائما يعود هم خصوصية ذاك التطبيق، مثلا تطبيق جي أب هم عشرات التطبيقات الهواتف الذكية في سوق بلاي ستور وآيتونز، يا غير ذا التطبيق عنده خصوصية موريتانية على المرضى الموريتانيين اللي هي يعود رابطهم بأطبائهم الموريتانيين هم، ما هو تطبيق اللي ينزلوا حد له فرنسا والله له لأمريكا والله له كذا والله كذا. كذلك تطبيق سمارت سيتي تطبيق خاص موريتاني حال مشكلة العنوان، يقول لك البليد اللي واعد بدل من عنك الناس وانت مور بدار أهل فلان وتمور بكذا وتمور بكذا، لا هذا تطبيق اللي حاول
في حل مشكلة العنونة. كذلك السنة ذا هي متوقعين إن شاء الله وفاتحين. طبعا الموضوع السنة ما يتعلق بالتطبيقات، حد عنده فكرة موقع، حد عنده أي مشروع تقني يقدموا عن طريق الاستمارة الموجودة في الموقع حاضنة rimtech.org وعلى صفحتنا على فيسبوك يقدم في الاستمارة. طيب يقال أن ما الصيغة التي تربطكم بشركة جوجل؟ البعض يرى أن شركة جوجل ربما تدعم هذا النشاط. نحن همتيها السنة الفائتة كان عندنا شركاء منهم البنك الدولي، منهم الدولة الموريتانية في الوزارة الوصية. هذه السنة المشروع عنده تمويل من مشروع فجر ومشروع تابع للسفارة الفرنسية لدعم النوع من المشاريع. جوجل عندنا معها كذلك كيف الشركات التقنية كاملين عندنا معهم شراكة في مجال البرامج عندهم. هم نحاولوا على أن نعرفوا بيش الشباب الموريتانية يستغلوا ذوك الفرص اللي يعطوه الشركات الكبرى، وفي ياسر من الوقت قاعد يفوتوا كل الفرص عليهم ما علموا بهم، وهم يعود جوجل وتعود الشركات الكبيره، هي تعود منح، هي تعود كذا. يعني في هذا فقط يتجسد دعم جوجل؟ في هذا فقط يتجسد دعم. اذا ما طبيعه العلاقه بينكم والجهات الرسميه؟ الجهات الرسميه السنه الماضيه كانت النسخه بالتعاون مع الوزاره الوصيه. هذه السنه نحن بعلاقاتنا طبعا بجميع الادارات والهيئات الرسميه، يا غير هي حاضنة ريمتك هيئة مستقلة تعمل مع شركاء، تعمل مع الدولة الموريتانية وتعمل مع شركاء موريتانية في التنمية من أجل تنمية قطاع تقني موريتانيا. اسمح لي بسؤال موجز، هل يمكن أن نتصور وجود حكومة إلكترونية في موريتانيا؟ هل من مدى يعني على سبيل المثال؟ أكيد نحن نطمح. اسمح لي، بابا ولدي عضو بحاضنة ريمتك، شكرا جزيلا لك وتضيفي في هذه النشرة. شكرا جزيلا.